أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا بكم بيننا هنا لدى كافة الحضور، وينصتون إلى كلمة من معاليك في ختام هذا المؤتمر، فلتتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي
أصحاب السماحة والفضيلة، أصحاب السعادة، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم مباركين موفقين، وأن يكتب الخير على أيديكم في معالجة هذه المشكلة المتعلقة بالكراهية وآثارها على المجتمعات. إن العالم اليوم في حاجة ماسة إلى نشر ثقافة التسامح وتوحيد الجهود في بناء وتنمية المجتمعات عبر تعزيز ثقافة التسامح والاعتدال وقبول الآخر والتأكيد على مبادئ التعايش القائم على الإنسانية، وهو النموذج الذي أكدته المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد الأمين، والتي أصبحت نموذجاً يعتدى به تعايش بين أصحاب الثقافات المختلفة ومكافحة خطابات الكراهية والعنف والتطرف. وإنني في ختام المؤتمر 35 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الذي بعنوان مسلم أمريكا اللاتينية في مواجهة ظاهرة الكراهية، أؤكد ما تم بيانه في كلمتي الافتتاحية من ضرورة التعاون البناء لبيان حقيقة الإسلام السمحة القائمة على الرفق واللين والعدل والمساواة، ونبذ جميع خطابات الكراهية والعنف. وإن دور الجهات الحكومية والهيئات والمراكز الإسلامية والمؤسسات التعليمية في العالم يزداد أهمية وأثراً في حياة الناس في وقت الأزمات والشدائد والفتن، وضرورة أن تبذل هذه الجهات والهيئات ما في وسعها لتنمية الإنسان وبناء الأوطان والتصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية وخطابات الكراهية التي تؤثر على التعايش السلمي. وإننا في هذا اليوم المبارك نلتقي بثلة من العلماء والمتخصصين الذين قدموا أطروحات علمية ومشاركات فعالة سيكون لها أثر في إثراء ما يتعلق بمفهوم الكراهية وخطورته وكيفية الإسهام في وضع الاستراتيجيات والبرامج العلمية لمواجهته. مؤكدا على أن الإسلام هو المنهج الصحيح الذي كفل الله به الحقوق، وأنه دين السلام والرحمة والعدل والإنسانية، وأن جميع خطابات الكراهية ضده ناشئة عن الجهل بحقيقة هذا الدين العظيم أو الحكم عليه بسبب تصرفات بعض المنتسبين للإسلام ممن ينتهج الغلو والتشدد. والإسلام بريء من تلك التصرفات القائمة على العنف والظلم والعدوان والكراهية. وإننا في المملكة العربية السعودية نعتز بكونها نموذجاً فريداً للتعايش والسلام والعدل، إيماناً منها بأن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع وقفة جادة للتمعن في تجربة الماضي في الحوار والتعايش، واستشرافاً لآفاق المستقبل لوضع أسس للحوار مع الآخرين لتعميق التفاهم بين الشعوب وتعزيز التعاون والتعايش السلمي. وندعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة والتعاون المثمر
في بناء جميع القدرات لمواجهة ومحاربة ظاهرة الكراهية والعنف والتطرف. ونحمد الله تعالى على ما يشهده العهد الزاهر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده، من حقبة متميزة تحافظ على المبادئ والقيم الإسلامية السمحة وتتصف بالتسامح ونبذ مظاهر الكراهية والعنف والتطرف، انطلاقا من الفهم الصحيح لهذا الدين الحنيف. ويحظى هذا العمل المبارك بدعم ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي أعلن أن المملكة العربية السعودية تتبع الوسطية في كل أمورها، وأنها ترفض التشدد والتطرف وتحاربهما، وأن تعاليم الإسلام الحقيقية أرشدتنا إلى أن نتعايش مع جميع الثقافات والديانات بغض النظر عنها وعن مسمياتها. وفي الختام أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهم الله على دعمهم المتواصل لكل عمل يسهم في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة والسلام، ونبذ كل أشكال الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب. كما أشكر حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية على عنايتها واهتمامها وإتاحة الفرصة للمسلمين بأن ينعموا بالأمن والاستقرار وممارسة شعائر دينهم. كما أشكر صاحب الفضيلة رئيس مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الشيخ الذي أعطى عمره كله للدعوة الإسلامية أحمد بن علي الصيفي والعاملين معه على إقامة هذه المؤتمرات النافعة التي تتكرر كل عام لخدمة الإسلام والمسلمين وتوضيح الرؤية الصحيحة لهذا الدين الحنيف. موصول والشكر موصول لجميع المشاركين في أعمال وجلسات هذا المؤتمر من أصحاب الفضيلة العلماء والباحثين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يديم على الجميع الأمن والاستقرار والرخاء والطمأنينة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لمعالي وزير الشؤون الإسلامية السعودية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وأرجو أن تبقى معنا. سوف نتلو الآن معالي الوزير قراراً صدر عن إدارات مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية بمنحكم درع التسامح والتصدي للكراهية. القرار رقم 1 من مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي لعام 2022 بمنح درع التسامح والتصدي للكراهية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد قرر مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بهيئته الدائمة وبإجماع كافة أعضائه منح درع الشخصية المؤثرة في مواجهة الكراهية ونشر التسامح لعام 2022 للميلاد لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، نظير جهوده وإسهاماته الفاعلة في نشر قيم التسامح ونبذ الكراهية وترسيخ قيم الإسلام الوسطي والتصدي للجماعات المتطرفة، وتقديراً وعرفاناً بدوره البارز والمؤثر في التصدي للمتطرفين ومصدر الكراهية عبر مسيرة دعوية حافلة بالعطاء لأكثر من 35 عاماً، بدأها بالعمل في الرئاسة العامة للإفتاء وانتهاءً بعمله وزيراً للشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، ولا يزال
ويعد قرار منح الدرع لمعاليه كأول شخصية إسلامية عالمية تمنح لأول مرة في تاريخ المؤتمرات في مسيرتها، وعلى هامش انعقاد المؤتمر 35 لمسلم أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي انسجاماً مع عنوانه مسلم أمريكا اللاتينية في مواجهة ظاهرة الكراهية، سائلين الله القدير أن يبارك في جهوده وعمله وأن ينفع به الإسلام والمسلمين في العالم. رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الدكتور أحمد بن علي الصيفي. تفضل الشيخ زياد بإعطاء البيان لتوقيعه من لدن الحاج أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تاريخنا، تاريخ الجالية الإسلامية، تاريخنا المعاصر سيشهد هذا الموقف وهذه اللفتة الكريمة وهذه المشاركة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية، وأن هذا الدرع هذه الشهادة التي نقدمها لمعالي الوزير هي شهادة حق. الحقيقة يا إخوانا أنتم، نحن في مجلس فيه أكثر من 70 دولة من أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية ومن دول العالم العربي الإسلامي، ومعنا عدد كبير من الدعاة وعدد كبير من السادة سفراء الدول العربية والإسلامية. معالي الوزير، نفتخر وأفتخر بتوقيع هذا التكريم لشخصكم الكريم المستحق، وبارك الله بكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله يغفر لنا ولكم. وشكرا لكم يا أخوانا جميعا، شكرا للحضور، وشكرا لمعالي الوزير الذي يقبل هذا الدرع وهذا التكريم. بارك الله فيكم. مع سعادة الوكيل كذلك. صاحب الفضيلة، أشكرك على حسن ظنك الضعيف الذي لم يقدم إلا نزر اليسير لسبيل خدمة الإسلام والمسلمين. بهذه المناسبة أشكر فضيلتكم وأشكر المركز وأشكر جميع الحضور، وأهدي هذا الدرع إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز إمام المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع فضيلتكم بالصحة والعافية وطول العمر، وأن إن شاء الله يشد من أزركم للاستمرار في خدمة الإسلام والمسلمين في أمريكا وفي جميع دول العالم الإسلامي إن شاء الله. أمريكا اللاتينية، شكرا لكم. هذا الدرع الآخر هي أجمع. شكرا لكم فضيلة الشيخ، وشكرا لأصحاب المعالي والفضيلة سماحة السعادة وجميع الإخوة الحضور. ونستأذنكم معالي الوزير والسادة الحضور إذن في تلاوة توصيات هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله الله بالحق هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فقد قام مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في البرازيل وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بعقد المؤتمر الدولي 35 بعنوان مسلم أمريكا اللاتينية في مواجهة ظاهرة الكراهية في الفترة من 24 إلى 26 من شهر ربيع الثاني لعام 1444 للهجرة، الموافق 18 إلى 20 من شهر نوفمبر عام 2022 للميلاد، وذلك في مدينة ساو باولو بجمهورية البرازيل لمدة 3 أيام، وبمشاركة وزراء وسفراء ووفود رسمية من 30 دولة، وباحثين ومختصين وعلماء ودعاة وأكاديميين وطلبة علم من 100 دولة من دول العالم.
ومن الدول المشاركة في هذا المؤتمر المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وجمهورية لبنان وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين وجمهورية تركيا ومملكة السويد. وقد تم عقد 6 جلسات نوقش فيها 28 بحثاً وورقة عمل على 5 محاور شملت مفهوم الكراهية ونشأة ظاهرة الكراهية في الغرب وتطورها وأسباب الكراهية ومظاهرها وآثار ظاهرة الكراهية على المجتمعات وجهود الجهات الحكومية والهيئات والمراكز الإسلامية والجامعات والمؤسسات التعليمية في مواجهة ظاهرة الكراهية ووضع بعض الاستراتيجيات والبرامج لمواجهة ظاهرة الكراهية. هذا وقد انتهى المؤتمرون إلى التوصيات الآتية: أولاً، رفع برقية شكر وتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمها واهتمامها ورعايتها للجاليات المسلمة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وذلك عبر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ثانياً، تقديم الشكر والتقدير لحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية على اهتمامها بالجالية المسلمة في البرازيل. ثالثاً، تقديم الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المؤتمر من جميع دول العالم. رابعاً، الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال التسامح ونشر خطاب الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والكراهية عبر المراكز المتخصصة والمساهمات الفاعلة في المؤتمرات والمحافل الدولية. خامساً، الإشادة بجهود الهيئات الإسلامية والمجالس ووزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية للاهتمام بموضوع الحوار الدولي والإعلاء من قيمته، وأنه مطلب أكدت عليه الشرائع السماوية والثقافات والحضارات بوصفه صمام أمان للمجتمعات، وأنه من القنوات المناسبة لمواجهة ظاهرة الكراهية. سادساً، التعريف بخطورة خطاب الكراهية وأنه يتعارض مع قيم التسامح والعيش المشترك بين أبناء البشر جميعاً. سابعاً، ضرورة تضافر الجهود المشتركة من الهيئات والمؤسسات الدعوية والإسلامية والتعليمية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي لمواجهة ظاهرة الكراهية والتمييز العنصري، وأن الكراهية والتمييز تنال الجانب الأضعف من فئات المجتمع. ثامناً، التعريف بأن ظاهرة الكراهية من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة نتيجة إلى سرعة التغيرات التي حدثت في العالم وأدت إلى تصاعد حدة الخطابات المتطرفة، مما يستدعي الوقوف أمام هذه الظاهرة ووضع استراتيجيات مناسبة للكشف عن أسبابها والعلاج الناجع لها. تاسعاً، السعي إلى إقرار التشريعات والقوانين اللازمة لمواجهة ظاهرة الكراهية ومكافحة التمييز والتحريض العنصري في مجتمعات دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. عاشراً، إنشاء مرصد دولي في أمريكا اللاتيني في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي لرصد الحالات التي تحرض على الكراهية وارتكاب العنف وعمل تقارير شهرية لرصد خطابات الكراهية. 11، إنشاء المنصات الإلكترونية الدعوية التي تعنى بنشر المقالات والأبحاث التي من شأنها التعريف بالإسلام ووسطيته وتسامحه وبيان موقف الإسلام من خطاب الكراهية. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نشكر سعادة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية على حضوره عبر البث الفضائي معنا لمراسم إنهاء هذا المؤتمر، ونقول له شكراً معالي الوزير، ونتطلع إلى مواصلة هذا الدعم وهذه المؤازرة ومسيرتكم الرائدة، بالفعل نحن نحتاجها هنا في كافة دول أمريكا اللاتينية.
شكرا لكم حاج أحمد بن علي الصيفي رئيسا لهذا المؤتمر، شكرا كذلك لفضيلة الشيخ الدكتور عواد بن سبت العنزي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، الشكر موصول لكافة الإخوة المعالي أصحاب المعالي والسعادة والمستشارين معالي رئيس الشؤون الدينية في دولة فلسطين، معالي الشيخ صالح بن حميد، معالي الدكتور عبد الله بن معتوق، الدكتور عبد الرحمن الشرقية، الدكتور عبد الرحمن متولي، كافة الحضور هنا. نستأذنكم لتوزيع التكريم للمشاركين في فعاليات هذا المؤتمر. وهنا كذلك إهداء من وزارة الشؤون الإسلامية يقوم بتسليم درعها إلى دكتور أحمد الصيفي معالي وكيل الوزارة. الدرع مقدم من معالي، وهو عبارة عن مصحف، ما شاء الله، مصحف مجمع الملك فهد، ما شاء الله. هذا إهداء من مجمع الملك فهد الذي يشرف عليه معالي وزير الشؤون الإسلامية، مقدم للدكتور رئيس المركز الشيخ أحمد الصيفي، وقد كلفني معالي الوزير بأن أسلم هذا المصحف لفضيلته عرفانا بجهوده وعمله، وأيضا لبيان أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي هو خدمة لجميع المسلمين ويشرف عليه مباشرة معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، يقدم هذه المصاحف من حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع المسلمين في العالم. وبحمد الله في هذه السنة ووصل الإنتاج في مجمع الملك فهد لقرابة 20 مليون سنوياً بتوجيه ودعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. بكل فخر واعتزاز نتقبل هذه الهدية المباركة من معالي الوزير، وخاصة من مطابع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم. وأنا أشهد والمسلمين يشهدوا في أمريكا اللاتينية والكاريبي وكل الحضور أن هذا المصحف قد وصلنا منذ سنين إلى المساجد والمراكز الإسلامية. بارك الله من المملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين على هذه الرعاية وعلى رعايته للقرآن الكريم واهتمامه بالأقليات المسلمة في أمريكا اللاتينية. شكراً معالي الوزير، بكل فخر واعتزاز، شكراً. إذن نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية على إطلالته معنا من خلال هذا البث الفضائي، ونستأذنه لنكمل نحن هنا في هذا المكان بقية أعمال التكريم التي ربما قد تطول. شكرا معالي الوزير. شكرا واستودع الله الجميع، سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا ويحفظكم ويبارك في جهودكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eu queria convidar o nosso irmão da mesquita da comunidade de Florianópolis. Por favor, se apresente até nós. Nossos irmãos da região sul do Brasil vieram até nós participar junto a esse evento, preocupados em poder dividir e aprender e trocar ideias sobre o nosso tema do preconceito. E também vieram de bom coração e de bom agrado, trouxeram um presente para os presidentes de entidades aqui presentes
nesse encontro, que são aproximadamente 130 entidades e mais de 30 países. Então, o nosso irmão trouxe de bom grado para poder presenteá-los com esse presente. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأعزاء والحضور الكرام، بارك الله فيكم. جئناكم من مدينة فلوريانوبلس، المدينة الساحرة، لكي نشارك معكم في هذا المؤتمر الكريم، وليس لأول مرة، فقد كان يشاركنا فضيلة الشيخ ومندوبا عنا فضيلة الشيخ أمين الكرم المتواجد بيننا، وخير من كان يمثلنا في الجالية في هذا المؤتمر. جئناكم لنقول لكم أن الإسلام هو واحد، والكراهية يجب أن لا تعم للجميع. جئناكم لنقول للعالم أجمع أننا في طريق واحد وفي مشكلة واحدة، وإذا لم نواجهها بكل الطرق فإن هذا المرض سيتفشى إلى الجميع، ولكننا بعون الله وبإيماننا بقضيتنا وبإسلامنا وبعدالتنا نستطيع أن نصل إلى كافة المحافل. بارك الله فيكم وبارك لكم، وإن شاء الله سيكون المؤتمر القادم بعد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد، إذا سمحت إذا يكون عندنا في مدينة فلوريانوبلس، نستضيف الجميع في المدينة الساحرة وفي المركز الإسلامي إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحضرنا معنا هذه الهدية البسيطة، هي قام بعملها أحد الإخوة اللي هو المهندس هاني حسين، بعمل يدوي في مشغله الخاص، وقمنا بوضع هذه الحجارة الكريمة أيضا من داخل الولاية، قمنا بإحضارها بالمناجم مناجم الحجرية هناك، الحجارة الكريمة المتواضعة، فنرجو أن تقبلوا منا هذه الهدية المتواضعة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Então eu gostaria que todos viessem e pudessem pegar essa peça como presente. تفضلوا. عربي هاي الهدية يعني جابوا الجماعه، تفضلوا واحد واحد ان شاء الله تعالى يقبل ثلاثه الهدية من وكيل وزارة والحاج محمد الصيف. فوق فوق هذا السعودي، فوق فوق هي فرق التوحيد.